منطقه شمال سيناء حضر لمقر اتحاد الكوره لمقر قضاء مجلس اتحاد الكوره لعرض بعض الطلبات خاصه بالارتقاء وتطوير الرياضه او كره القدم بمحافظه شمال سيناء. وهناك مذكرات مكتوبه وهناك قبلها اصلا بعض من الاتصالات مع عدد من اعضاء اتحاد الكوره لعقد جلسة ودية مع مقابلة وفد شمال سيناء بالكامل، عكن محافظة شمال سيناء قاعدة في الدقي وما رضوش يقبلوهم ولا كوباية مية حتى قبلوهم للأسف. ولكن يمكن الموضوع ده يمكن ما فيش انتخابات او ثلاث ارباعهم مش ضامنين انهم حد يجي في الانتخابات، فده سلو انتخابات كانوا بيجروا على اعضاء مجلس اتحاد منطقه الكوره وانديه ورؤساء الانديه بيجروا لهم جرايد دلوقتي ما فيش حد يقابلهم. يمكن ليهم مطالب بسيطه، محافظه شمال سيناء من ضمن المطالب انهم عايزين مجموعه مستقله لفرق شمال سيناء في دوري القسم الثالث اللي هم اصلا ست فرق، مجموعه مستقله وصعود الاول مباشر على ان يكون صعود مباشر لاسم منطقه شمال سيناء من قبل اتحاد الكوره باستثناء للحق يقال كابتن ايهاب الهيطه وكابتن خالد لطيف الوحيدين اللي استمعوا لمطالب شمال سيناء، وده حال الرياضه في سيناء في مصر عامه.